في مشكلة غريبة ان احنا بعد ما نركب قارورة المياه على المبرد او الووتر ديسبنسر ممكن القارورة دي يحصل فيها تشوه او مشكلة زي اللي احنا شايفينها بالمنظر ده او بالمنظر دوت. المشكلة دي ليها عدة اسباب، يعني ممكن اول سبب هو سوء تخزين، يعني البلاستيك ده معاد تدويره ويتعرض مثلا لأشعة شمس أو حرارة بسبب ما، أو ممكن يكون البلاستيك مدة صلاحيته منتهية فأدى للتشوه أو الانبعاج اللي أنت شايفه في الصورة ديت. وممكن كمان يكون نوع البلاستيك المستخدم يعني سيء أو طري جدا فممكن يؤدي للمشكلة دي. وممكن كمان يكون التصميم الخاص بالقارورة، قارورة البلاستيك نفسها تصميم سيء، يعني ممكن يكون سمك المنتج أو سمك القارورة مش مناسب مع القطر، أو يعني القارورة دي بتتصنع على مرحلتين، في حاجة بنسميها البير فورم أو الشكل الابتدائي ممكن يكون مش متناسب أثناء الحقن، وبعد كده تم النفخ فحصل المشكلة ديت. فدي ممكن تكون مشكلة تصميم. طيب ايه كمان ممكن يكون من اسباب المشكلة ديت؟ ممكن يكون المبرد نفسه فيه مشكلة وما فيهوش تنفيس للهواء، فبيسحب المية وبيضغط على العبوة البلاستيكية وبيشفط الهواء بدون تنفيس، فبيحصل الانبعاج او التشوه اللي انت شايفه ده، فممكن يكون عيب تصميم في المبرد او الووتر ديسبنسر. وممكن كمان يكون استخدام مادة البي اي تي غير مناسبة مع أحجام معينة، أو يعني البي اي تي عموما بيبقى طري شوية، فلو هو متخزن أو مادة بي اي تي مش نوع جيد ممكن يحصل فيه التشوه ده. فبيفضل إن احنا نستخدم مادة أخرى غير البي اي تي في الأحجام الكبيرة، زي مثلا مادة السان او الستايرين اكريلاتاين ريزن. المادة دي البلاستيك السان ده بيبقى نوعه شفاف وآمن الى حد ما للاستخدام في التخزين المياه والاكل كمان. يعني دي كده معظم المشاكل والحلول لمشكلة تشوه القارورة، وده كان فيديو بسيط بنرد على احد المتابعين بيسأل على حل المشكلة دي وإيه أسبابها. أتمنى يكون الفيديو مفيد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. تحياتي علي الناصر.